قلبي ليلة تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة الشبكة كانت ايه؟ حك ليه لما قلت لك الشبكة؟ انا جبت الشبكة ولا ايه؟ لا لا عشان كده اضحكت. طب المهر هتضحك برضه؟ يعني اذا ما جبت الشبكة يبقى مفيش مهر. هو انا يعني ايه مش مع مسألة الشبكة والمهر قوي. طب دينا ما زعلتش؟ لا لان هي كانت متفهمة المسألة دي يعني. بيني وبينك الشبكة غالية وانت عارفة الذهب بكام وكده والمهر برضو في مسألة محرجة. يعني ايه مهر؟ يعني انا هقدر ازاي العروسة يعني؟ طب هي يعني لا تقدر بمال، طب بيبقى ازاي؟ وبناء عليه انا يعني لغيت التقليد ده فما عملت الشبكة، أنا عملت هدية هدية خطوبة يعني. وأصريت إن أنا أسميها هدية خطوبة وعملتها بإيدي، يعني أنا صممتها بنفسي. صممتها وإديت التصميم لواحد. كانت إيه على شكل ذهب ولا؟ كانت يعني كوليه ذهب وفي حجر اسود وفي فص الماس، في مجموعه من الحجاره جنب بعض وليها يعني طربوش زي ما بيقولوا بقى بلغه بتوع الذهب، وفي فص الماس. وانت اللي رسمت وصممت؟ انا اللي صممت وانا اللي اخترت الحاجات وقعدت على ايد صاحبي اللي عمله بنفسه يعني، وحلق من نفس الحلق وخاتم.